Radio Maghreb, 1570 AM. Radio Maghreb, 1570 AM. Sur Radio Maghreb, vous écoutez tous les styles. معكم فريال بن حسين من وراء الميكرو. مانيش وحدي, سعيدة باستقبال سي إبراهيم. سي إبراهيم اللي هو أونسينيون ويوتيوبر, عنده اون شان اسمها AOB كندا, واللي فيديو نتاعو على عشان نتاعو يخصوا ليميغراسيون, هذاك علاش هو معنا اليوم في مغرب كونسلتينغ. السلام, مرحبا بك سي إبراهيم. السلام, مرحبا فريال, مرحبا سي مروان, مرحبا المستمعين الكرام الأوفياء في الداخل وفي الخارج. يعطيك الصحة. كالعادة والعويد في مغرب كونسلتينغ عندنا دي سوجي انتريسون, دونك باش نبداو سويعتنا بالليميغراسيون. اليوم باش نحكيو على البروغرام فيدرال, باش نحكيو على لي ترافايور اوتونوم لهنا في كندا. بعد باش نمشيو للموند دو ترافاي, كي باش نقولو لو موند دو ترافاي باش نحكيو على ليفالواسيون دي ديبلوم ديتود, سورتو هذه حاجة تهم برشا وجاتنا برشا اسئلة عليها دايوغ من عند دي ستوديون والا ناس يكونوا في البلدان في بلدان الام ولا اوتر بار, ويقول لك انا عندي ديبلوم لفلان لفلاني, اسكو النجم نجي نعمل ايكيفالونس ونجم نخدم ولا نقرا نكمل قرايتي لهنا. ونختموا شويعتنا باللو مون دي افير, واليوم باش نحكيو على اون انتربريز اترانجير, اسكو لونتربريز اترانجير هذيا تنجم ال بوري ابليكي ا دي نوفيل نورم دو ترافاي اوتر ولا سيل دو او كندا ولا لا برا. وي اي دونك هذه شنو باش نحكيو اليوم في السويعه نتاعنا. ومرحبا بكم, مرحبا باسئلتكم, اختنوا الفرصه كان دام سي ابراهيم مازال معانا. واحد كان سولني شنو الكهرباء, راهي السياره الكهرباء هي اللوتو انتم تقولوا بالمغربي الطوموبيل. كنقول ليش الطوموبيل الطوموبيل. سي إبراهيم, كما قلنا نبداو سويعتنا بالليميغراسيون. مرحبا. وكي باش نحكيو على الليميغراسيون قلنا اليوم باش نحكيو على البروغرام فيدرال, باش تعطينا شويه بريزونتاسيون عليه, وباش نحكيو سورتو على لي ترافايور اوتونوم. كان تعطينا فكره هكا اون جينيرال شنو البروغرام. اوكي, هذا البروغرام هذا سميتو بروغرام فيدرال دي ترافايور اوتونوم. ديرها الفيدرال, ديرها كندا, ما ديرهاش شي مقاطعة أخرى. إلا مشيتي الفصل 88 فقرة واحد من قانون من ديال الهجرة ريغلومون سو ليميغراسيون, كيقول لنا شكون هو هاد السيد هذا أو السيدة اللي هو ترافايور أوتونوم, مش غير الذاتي. كيدير شي أربعة ديال الحوايج الشروط. كيقول لك هو واحد أون بيغسون, أنا نقول لك التكستو, أون بيغسون qui a une expérience utile dans des activités culturelles et sportives. Un doute, je dirais pas, moufida, l'anchita, taqafia, wa riyadia. Tania. Hey. Il a l'intention et la capacité de contribuer d'une manière significative dans la vie culturelle et sportive du Canada. غادي يجي وغادي يأثر وغادي يبدل وغيعاون ويديفلوبي الأنشطة الرياضية والثقافية في كندا. ثالثا, إل غومبلي لي كريتير دو سيليكسيون, يستجيب الشروط, غادي ندوي عليهم. ورابعا, إل ساتيسفي أو زيكزيجونس دو سونتي إي دو سيكيوريتي. راح ندير واحد الحلقة إن شاء الله من بعد نهضرو على القضية ديال لي زانتيغدي, شكون ما يقدرش يدخل كندا. فهمتك. باهي. ترافايور أوتونوم هو واحد une personne اللي عنده واحد التجربه في وحده من ربعات الحوايج اللي هما لاغ اي كولتور سبور لوازير لوازير ار كولتور سبور لوازير. وهادو هاد الاربعه الا بغاو الاخوان يتعرفوا عليهم كاملين غادي يمشيو يقلبوا على سي ان بي لو كود ناسيونال دو لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون لا كاتيجوري 5 5 هذيك خمسة هاوكا سي إبراهيم يعطيكم بالتفصيل. خمسة هذيك خمسة غادي تشبعوا تبارك الله ليستات كبيرة, غادي ندوي عليهم من بعد إن شاء الله الفاصل وسنواصل. أي. وغادي نفدوا هذاك بعد ليديز ديالهم. شنو هما الشروط ديال ترافايور أوتونوم؟ كاينين تقريبا خمسة. أي. كاين العمر لارتيكل 102.1, كاين تجربة لارتيكل 102.2, كاينه لا لونغ لارتيكل 102.3, وكاينه
القرايه سكولاريتي لارتيكل 103 وكاينه لادابتاسيون لادابتابيليتي بالعربيه شنو هي لادابتابيليتي كي التاقلم التاقلم هو الارتيكل 105 بالنسبه للاج مثلا اللاج مزيان ما فيش مشاكل كيبدا من 17 حتى 52 عام بحال مثلا وكل من كل عام كتزاد جوج نقطات مثلا اللي عنده 17 عنده جوج نقطات 18 4 نقطات 19 6 نقطات وانت غادي غير كتوصل من 21 ل 49 كتولي 10 هو الكبير غير انت كتطلع وكتنقص 50 كتولي 8 قد ما تطلع قد ما تنقص قد ما تنقص بالنسبه سكولاريتي كيبغوا المينيموم 5 سكوندير بي سكوندير 5 قلت 5 سكوندير 5 ولا بليبار البكلا ديال الرياضيين الفنانين اللي كيكونوا قارين شويه اكيد كاين قلنا ليزيتيود كاين ليكسبيريونس هنا فين خصني نشرح واحد القضيه مهمه بي خاص تكون عندك تجربه ديال عامين خلال خمس سنوات بي عامين خلال عامين خلال خمس سنين حيت من قبل كانوا ثلاثه ديال الانشطه كان لا كيلتور وكانت الرياضه وكانت الفلاحه فهمتك الفلاحه حيدوها الفلاحه نحاوها نحاوها حيدوها اوكي هاد عامين خاصك تكون يا اما تبع معايا مزيان يا اما عامين كلها تجربه محليه وطنيه فهمتك يا اما تجربه ديال عامين والفوق عامين لو مينيموم عامين مينيموم عامين عامين كتاخذ عليه انت غادي 20 3 سنين 25 4 سنين 30 سميتها 50 فوق 35 الماكسيموم 35 يا اما قلنا عامين دايرها هنايا في البلاد ديالك يا اما عامين ديرها خارج بلادك على الشان انترناسيونال يا اما كومبيني بي يعني عام محليه وعام دوليه ويحسبوا لك الايامات اللي كنت فيهم عامين كيحسبوا لك عامين مثلا انا يا جيتاريست فهمتي ولا ساكسوفونيست ولا فهمتك ولا كوميدي كان جي لكندا راه بزاف واحد القضيه راه بزاف ديال الفنانين عندنا هنا في المغرب راه عندهم الجنسيه راه جاوا بهذا البروغرام كدوش شحال كيقول لك ويلي راه هو كندي هو بيان سور راه كاين بروغرام مشى عند كونسيطون قالها ليه حيت هو ساهل اللي يسال ما يدير لا عندك هو شنو باش دوزي باش لا نوت دو باساج 35 على 100 فهمت 35 على 100 راه الا عندك عامين ديال التجربه راه حكيتو فيها 35 فيها سميتها عندك 5 سنين عندك 5 سنين عندك 35 عندك عامين قلنا عندك 20 وعاد لي الاخرين قلنا لاج وقلنا سكولاريتي وقلنا لي لونغ كاين واحد الكالكيل باش ما ندوخش الناس راه اليوم حطيت واحد الفيديو في القناه ديال ا او بي فيه 25 دقيقه كان هنا البروغرام هذا وبالاورديناتور كنوريهم بحال باوربوينت فهمتك بالدقاي فهمتك ملا خلي الناس اللي يسمعوا فينا توا نقول لهم ينجموا يمشي وكان يهمهم الموضوع اكثر يلقاو بلوس دو ديتاي بحكم احنا يحكم فينا الوقت نتاع البرنامج وعندنا برشا اسئله وعندنا برشا حاجات برشا خلي يمشيو يطلعوا على الفيديو نتاعك اللي قلت انت 25 مينوت تشرح فيها كل شيء كانهم انتيريسي سي ابراهيم توا بعد ما حكيت لنا هكا وعملت لا بريزونطاسيون شويه كان تحكي لي بلوتو شنو هي لا ديفيرونس في الـ في الـ في الـ في البروغرام هذا انت حتى وحكيت على البروغرام دي ترافايور اوتونوم مي وحكيت وقلت اللي هذايا سي ان بروغرام فيدرال مي كان خاص بالفنانين والرياضيين بي اسكو تنجم شي تعطينا الفرق ما بين لا ديفيرونس اونتر لو ترافايور اوتونوم دون ليميغراسيون فيدرال اي دون لا بروفانسيال ستادير باغ اكزومبل هنا او كيبيك والا وتحكينا زاده اكثر دون لي زامبو شنو هي الفرق ما بيناتهم هذوما الثلاثه ترى بصح عندك الحق في هذا السؤال هذا لان كاينه واحد كونفيزيون في لابيلاسيون دابا انا دويت على البروغرام فيديرال واحد البروغرام ديال ليميغراسيون دايرها الفيديرال اي اوكي اي اللي كيعتمد على كيف قلنا على لا سكولاريتي اكسبيريونس ادابتابيليتي وحتى لي فون خصو يكون الفلوس باش يدير ما علينا راه هادشي غيلقاو الديتاي ديالو هذا ديال الفيدرال كاين واحد بروغرام اخر ما غاديش نطولوا لان راه جاي من بعد ديال كيبيك على لي جون دافير غادي نجبدوه كاين واحد بروغرام سميتو بروغرام ترافايور اوتونوم
كيدخل في ثلاثه ديال الفئات ديال برامج رجال اعمال كاينه في كابا. كاين انفيستيسور معلق حتى سبتمبر وكاين اونتربرونور ما غندويش عليه لان غنهضروا عليه من بعد. وكاين ترافاير اوتونوم. ترافاير اوتونوم شنو؟ كيقول لك واحد خينا اللي كان كيخدم من راسو وعنده واحد تجربه وباغي يجي يخدم في كيبك اوتونوم. اول حاجه خص يكون راس مال ديالو 100,000 دولار. 100,000 يعني الدار الاراضي فهمتي لاكتيف نت ديالو. أي. ما فيهاش حيد من هذاك الشيء اللي كيتسالو. اي وخاصو يجيب واحد سكون ابيل ديبو دو ديماراج ديال 50,000 دولار الا غيخدم سي ام ام معناها لا كوميونيتي ميتروبوليتان دو موريال. فهمتك. الا غيتوح لا برا خارج سي ام ام غير 25,000 دولار. كوافير كوافيرا امبريمور كيدير ديزاين ديال الويب موسيقي باغي سميتها باغي يدير لاصال ديال الكاراتي مثلا هذا تخليه اوتونوم. اي غير هو كيطول خصك تستنى عامين هذا باش يجاوبوك. تستنى عامين باش يجاوبوك. هذا هو المشكل ديالو. دونك حنا عرفنا هذا ديال الايميغراسيون ديال كيبيك الاولاني ايميغراسيون ديال الفيدرال اللي حكيتي عليه انت ديال تخليه اوتونوم. هو واحد الشخص مثلا انا كون مثلا سيبوزو انايا كندير لي لا كونسيبسيون ديال لي باج ويب. اي ما خدم عند حتى شي شركه وحدك خدم من راسك خفاي غطونهم. اوكي راه كاين واحد الحلقه اخرى غندوي على الفرق ما بيناتهم ديتاي امبلوي اي ترافاي جوست نعطيو فكره احنا توا ميساج وما نخرجو دوموندي تاعي. هو شخص بيرسون كي ترافاي بور سون بروبر كونت اينا ني باترون ني بوس. هو البوس نتاع نفسه. هو بوس بوس ديالو. هو هو البوس ديال راسو. هو اكزاكتومون وما كي عندوش الحق يدير صالير راسو. فهمتك فهمتيني. هذا المهم كاينين بعد نهضروا على شنو هما ليزافونتاج زانكونفينيون. هاد ترافايور اوتونوم كاين شي سته ديال الشروط خصهم يكونوا باش يتسمى اوتونوم. مثلا عنده الدوزان ديالو هو. اي مثلا انايا بلومبي او كوافير دوزان ديالي الماتريال الماتريال ديالي انا فهمتيني انا سباغ دوزان دوزان الماتريال. فهمتك كاين دوزان ماتريال كاين دوزان كندوز الخبز بمرقه كيقول دوز. لا فهمت دوزان اللي هو الماتريال معناه معون الصنعه نتاعو. ما تبغيش تعلمي كلمه مغربيه ولا نتعلم كلمه راك كتمشي لتونس. باه حاجه هايله. عاقل شويه على شي كلمات. دونك سميتها الدوزان بعد الدوزان الماتريال. الماتريال هذا مثلا واحد مثلا جويق عنده جوقه ديال الموسيقى وداكشي دوك دربوكا والبندير والطهاره داكشي ديال الصنعه نتاعو المعون ديالو هو. دونك الماتيريال الخاص به هو الخاص ديالو هو. اوكي هو كيجي في الاخر ديال العام وخاصو يدير ديكلاراسيون ديالو كيجمع المداخل ديالو ناقص مصاريف. مصاريف فيها انواع غندوي على من بعد. مصاريف اللي عندها علاقه ب مثلا الماتيريال المركوب الماكله التليفون وكاين المصاريف اللي عنده ديالو في الدار. انا مثلا ملي غادي نصايب واحد الموسيقى نصايب واحد المزيكا ونتريني راه ما كنترينيش في الظلام راه كنشعل الضو ديال الدار. فهمتك. ما كنديرهاش في الخلا راه كنديرها في البيت عندي. دونك كنيتيوليز واحد 25% ديال لي شارج ديال الدار. دونك هادو هما الفرق بيناتهم. كافي روتونون فيدرال هذاك راه ليميغراسيون في السبور وفي الفن. اي وكافي روتونون ديال كيبيك هذاك راه هضرنا عليه خصو 100,000 50,000 اخره. قلت وترافير اوتونوم عادي واش اللي كيخدم راسو ديال باترون ديال راسو يفيق 11 ينفق مع الجوج يخدم ما عنده حتى شي مشكل ما كيخلص واحد وعنده كونطرا باش كيخدم الى اخره. هو اللي كيدير اشنو غيخدم هو اللي كيجز هو هذا الشاف ديال بوس ديال ديال فهمتك. ديال راسو. يعطيك الصحه على الاكسبليكاسيون هذيا. خلينا نمشيو نسمعوا حاجه مزيانه نعملوا ترتيحه صغيره وانا راجعين. شكرا مرحبا. قبل الفاصل حكينا على البروغرام فيدرال عملنا ان بو لا بريزونطاسيون دو بروغرام هذايا بور لي ترافايور اوتونوم. عطيتنا لا ديفيرونس ما بين كيبيك ما بين الفيدرال وما بين كيبيك وما بين في لي زامبو حكينا. كان تعطينا توا لي تيب دو بروفيسيون اكسبتابل لهنا بروغرام فيدرال في البروغرام فيدرال. اي وكان تعطينا زاد فرد مره احنا انا باش ناخذ منك المعلومه كومون بروفي لا فيراسيتي اي لوثنتيسيتي دو ليكسبيريونس نتاع ديالو ديال اي نتاعو. واخا من بين الانواع ديال الفن ديال الاشخاص اللي يمكن لهم يدفعوا في هذا البروغرام ونعاود ناكد عليها يمشي غير لا كاتيجوري 5 سي ان بي وغادي يلقاهم. اللي نهضروا على الفن
الفن عندك سيدي لي دانسور بروف دو دانس كوميديان ارتست رومانسيي جورناليست ارانجور كومبوزيتور سميتها رياليزاتور كادرور شي واحد اللي كيدير داكشي ديال 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 الميكساج والصوت ديال 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 الموسيقى مثلا سميتها داكشي اللي دونس فولكلوريك حتى هما اي هادو في الـ في الـ في الفن اوكي الفوتوغراف حتى هما مصورين لي بورتريتيست حتى هما سيناريست وكتعرف كل واحد عنده انواع بحال دابا جورناليست راه كاين جورناليست كريتيك جورناليست بيان سور بيان سور بيان سور الى اخره دونك هادو كاملين الى عنده هاد الشروط هادي كيمكن ليه يدفع يدفع البرنامج ديال الرياضه بالنسبه للرياضه اي رياضه كاينين لي زاتليت مثلا العدائين الباسكت تينيس هوكي العومان جوار انترينور اربيتر هادوك اللي كيتسموا حيت كاين اش قلنا قبيله قلنا اربعه قلنا اربعه اخ كولتور سبور ار اي لوازير لوازير مثلا دوك لي موني لي مونيتور اي لي مونيتريس كيكونوا في لي كونديتي كيكونوا في مخيمات الصيفيه هادوك فوالا اكزاكتومون كاين عاوتاني داكشي ديال قلنا الباسكيت تينيس ساكر سواء اونترينور اربيتر اي حاجه ليها علاقه بالسبور بالثقافه باللوازير بالفن اون جينيرال هذوما ينجموا يقدموا على البروغرام هذا يدخلوا غير لجوجل ويكتبوا سي ان بي يعني كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون 5 راه عندهم لايست كامله وفي هذيك السنة كيخرجوا منها هذيك كاتيغوري كيخرجوا منها وليداتها فما كاين الفروع هكايا اكزاكتومون كاين لي سو كاتيغوري انت غادي ما تنساش